فوجئت أيضا بهذا التكريم، وهو الثالث فترة وجيزة منذ عودتي إلى المغرب، وهذا شيء يثلج صدري وفي نفس الوقت يخيفني، المديح يخيفني دائما. أتمنى أن أجدر بهذه المكانة اللي كيعطوها لي متابعية وقرائي ومحبية ومؤسسات بلدي الثقافية، فأنا شاكرة وممتنة لهم، وفي نفس الوقت وجلة لأني أفكر دائما بالجديد الذي سأقدمه، ولدي طبعا الجديد. فعلا هذا التكريم جاء في مرحلة دقيقة مفصلية، أنا أقول في الثقافة المغربية الحالية، لأنه مما يوجعنا ما نراه من صغار، وهو صغار الصغار الذي يؤذي الروح قبل الحواس. وآن الأوان أن لا نظل في عزوفنا، نحن مسؤولون، نحن المبدعون أو نحن المبدعين مسؤولون عن هذا الغياب أو التواري أو العزوف. لا، آن الأوان أن لا نترك المكان فارغا، أن نهب هبة بهمة عالية في مواجهة هذه الضحالة والتفاهة التي تؤذي مشاعر المغاربة. علينا أن نتفوه عطرا لا صديدا. أرواحنا لم تجف، منابعها لم تجف ولن تجف. نحن صحيح سئمنا قرفنا لكن وعزفنا، لكن لسنا يائسين، لا، نحن آملون بامتياز وقادرون على ذلك، نحن أقوى، لأن سلاحنا صون الجمال، الكشف عنه، ليس صنعه، الجمال موجود مخلوق، ولكن الكشف عن هذا الجمال. وبلدنا الغالي يستحق، يستحق الأبهى الأجمل. صحيح نرفض ما هو كائن، ولكن من أجل ممكن أحلى، وهذا نضالنا.